الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، سنقرا عليكم بعض كلمات الامام ليبين لك الفرق بين ما يتبناه المالكية والأحناف وما يتبناه الإمام الشافعي، لأن الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، وهذا رجل فحل من فحول المالكية رحمه الله، في كتابه التنقيح بين على أمور يرد فيها على من يشنع بمالك. قال: ومما يعني شنع الناس به على مالك حديث أنه لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، خيار اللي هو خيار المجلس، زيد يبيع السيارة لعمر في المجلس، والبيعان بالخيار زيد وعمر في المجلس، لو لم ينفض المجلس يرحل هذا ويرحل هذا، فلكل واحد أن يفسخ عقد البيع. الإمام مالك ما أخذه، مع أن الإمام مالك في الموطأ روى هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: وهذا ماهيع متسع ومسلك غير ممتنع، فلا تجد عالما إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة. يعني هو بيقول المسألة ليست خاصة بمن؟ بمالك. لو قلتم خالف مالك حديث البيعان ولم يأخذ به ورده، فالأئمة أيضا غيره من أئمة الهدى ردوا أحاديث، لكن هو يعتذر لهم بإيش؟ بأنه قد وجد المعارض، لكن لمعارض راجح عليها عند مخالفه. كذلك مالك ترك هذا الحديث، إيش الحديث؟ البيعان بالخيار. ترك مالك هذا الحديث لأنه عنده معارض، هذا المعارض أرجح من هذا الحديث. قلنا: ما هو المعارض؟ قال: عمل أهل المدينة. هذا من أصول من؟ مالك. أو افتتح الباب هو الآن يبين لك الفارق بين أصول الشافعية وأصول المالكية، لأن من أصول مالك عمل أهل المدينة يرد به الأحاديث الآحاد، عمل أهل المدينة يرد به أحاديث الآحاد. فقال هنا تركه لمعارض الراجح وهو عمل أهل المدينة، فليس هذا بابا اخترعه ولا بدعا اخترعه. ومن هذا الباب ما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط وخذوا بالحديث. فإن كان مراده يفسر الآن، لا تكلم، يقول: لا تقولوا بأن إمامكم الشافعي، تقدم على إمامنا بأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، بأنه مش هيرد أي حديث، ومالك رد الحديث. قال: لا. قال: فإن كان مراده، يعني مراد الشافعي، ما عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصا به. يعني لو قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وما في إلا هذا الحديث، فكل الأئمة يقولون بذلك. وإيش بقى، وإيش فضل الشافعي الآن؟ كل الأئمة أجمعوا على أن الحديث إذا استبان أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يأخذوا به، مفهوم؟ فما الفارق؟ ثم قال: وإن كان مع وجود المعارض فهو خلاف الإجماع. لو طلع شافعي فقال للمالكي: لا، مقصد إمامي هو أن الحديث إذا صح وهناك معارض لابد أن أخذ بإيش؟ بالحديث. قال: هذا خلاف الإجماع. قال: هذا خلاف الإجماع بينكم، فليس هذا القول خاصا به كما ظنه بعضهم. وهذا كلام الإمام القرافي، والحق أن يعني جانب الإمام القرافي الصواب في هذا الأمر أولا لأمرين. الأمر الأول أن الإمام الشافعي قد تميز بأنه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، على أن الحديث إن ثبت وصح سنده عن النبي فلا بد أن ينسب للشافعي ويقال هذا هو مذهبي. وأما قوله بأنه إن كان هناك معارض فقال خذوا بالحديث، وإن كان عندي المعارض فهذا خلاف الإجماع، أولا كلام باطل. ليش باطل؟ لأن الأحاديث لا معارض لها، لأن أحاديث النبوية لا معارض لها بحال من الأحوال. وهو نفسه الذي أصل ذلك الشافعي بأنه قال: ائتوني بكل حديث ترون معارضة الحديث الآخر فأجمع لكم بين الحديثين. فإن قالوا هناك معارض قلنا لا معارضة في الأخبار، كلها خرجت من مشكات واحدة. ومن الفوائد في قول الإمام الشافعي
إذا صح الحديث. فهو مذهبي هو أنه إذا صح الحديث فيجوز نسبة هذا الحكم من هذا الحديث لمذهب الشافعي. قلنا قد ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إحدى نسائه عائشة وذهب فصلى فلم يتوضأ. لنا أن نقول ومذهب الشافعي لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، أو لمس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، مع أن المعتمد في المذهب إيش؟ أنه ينقض. لنا من فوائد قول النبي إذا صح الحديث فهو مذهبي قول الشافعي، استغفر الله، قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإننا نقول لنا أن نقول مذهب الشافعي بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه قال في حديث عروة عن عائشة قال لو ثبته لقلت به. أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث، لو ثبته لقلت به. إذن الميزة الفائدة الأولى تجعله يتفوق على الآخرين بأنك يصح لك أن تقول مذهب الشافعي أن المرأة إذا مسها الرجل لا ينتقد الوضوء، لأنه قال لو ثبت لقلت به، فصار مذهبا له. الأمر الثاني أنه إذا أراد أحد أن يقلد الشافعي قلنا له قلده في الأخذ بحكم هذا الحديث، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فله أن يقول أنا أقلد الشافعي ومس المرأة لا ينقض الوضوء. الثالث إن كان العلماء كلهم قالوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء والشافعي قال لا مس المرأة ينقض الوضوء، أنا أمثل لكم مس المرأة ينقض الوضوء وقال لو ثبت حديث عروة لقلت به، فثبت حديث عروة للمرء الذي يبحث في المسألة يقول وقد أجمعت الأمة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. أقطع ذراعي لو في حد فهم حاجة، مفهوم؟ لو الجمهور قالوا مس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن الشافعي قال مس المرأة ينقض الوضوء وقال حديث عروة لو ثبت لقلت به، اللي هو قبل بعض النساء وذهب، فقد ثبت. قلنا إذن مذهب الشافعي المس لا ينقض، فللمرء أن يدعي الإجماع ويقول أجمعت الأمة على أن مس المرأة لا ينقض وأن لنا الإجماع، لكن أنا أمثل. ومن الفوائد أيضا في اللفظ قال إذا صح الحديث، إذا مطلقة وتدخل في العموم. المهم عند الشافعي ليس الحديث، لا، المهم أن يكون ثابتا صحيحا إذا صح الحديث. وقول الشافعي في الفائدة التي بعدها صح الحديث عموما، وهذا العموم يبين لك تفوق المذهب الشافعي على غيره، لأن أهل الحجاز لا يأخذون بإيش؟ بأحاديث أهل العراق، أهل المدينة لا يأخذون بأحاديث أهل العراق، لكن الشافعي قال إذا صح الحديث ألف لام استغراقية، يعني إذا كان شاميا أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا ما دام قد صح لابد الوصف منطبق فهو مذهبي. وهذا يبين لك التفوق على المذاهب الأخرى الذين يقولون لا أحاديث العراق لا نأخذ بها، أهل المدينة ما كانوا يأخذون بأحاديث أهل العراق يردونه لأنه قد غلب الكذب عليهم والافتراء، لكن الشافعي قال ما دام قد صح فالعمل به، فلابد أن أعمل به. هذا بعض الفوائد من قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذا قال الإمام السبكي ونحن نطلع على كلام العلماء كيف تعاملوا مع أحاديث النبي، فالشافعي لما تعامل في أصول مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي، من استبانت له أجمعت الأم أنه من استبان له أو استبانت له سنة عن السلام فلا يجوز تركها لقول أحد كائنا من كان. نأتي إلى الأحناف في مذهبهم من كتاب التحقيق في أصول الفقه لعبد العزيز، قال خبر الواحد وجوب العمل به يتعلق ذلك بشروط ثمانية. خبر الواحد لنعمل به لابد من توفر إيش؟ شروط ثمانية. انظر التحجير حتى تأخذ الحديث، والشافعي وضع لك أمرا سهلا طريقا رحبا، قال إذا صح قل هذا مذهبي، وهنا يقول لك إذا صح لا تعمل به إلا بشروط وبقيود. هذا في قول الأحناف. أولا حجية الحديث، حجية الحديث الآحاد معروفة، الشافعي في كتاب الرسالة أتى بأدلة ماتعة تبين لك حجية الحديث الآحاد عندما قال النبي
صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعاه. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قال الشافعي بالدلالة في هذا الحديث: لو لم يكن الحديث الأحاد حجة لم يأمر. لا، لم يأمر يا رب، ممتاز، لم يأمر بتبليغ، لأن بالبلاغ تلزمك العمل، تلزمك العمل. فقال: لو لم يكن الحديث حجة الأحاد لم يأمر بالتبليغ. وأيضا القصص التي ظهرت في المشاهد عن الصحابة بأنهم أخذوا برواية الواحد عندما كانوا يصلون في قباء وكانوا يتجهون إلى بيت المقدس، فصرخ الصارخ رجل واحد فقال: أشهد أن الله أنزل في القبلة، ثم قرأ عليهم فتحولوا جميعا إلى اتجاه القبلة. فهذا دلال على خبر الواحد أنه يعمل به. عمر بن الخطاب نفس الأمر في مسألة توريث المرأة من دية الزوج، كان لا يجعلها ترث، فأتى له الضحاك بن سفيان وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها، فورثها وأخذ بخبر الواحد. عامة حجية خبر الواحد له باب آخر في العقائد وفي غيرها، أن الخبر الواحد حجة، هو حجة. لكننا الآن لا بد أن نبحث في مسألة أخرى، ألا وهي أن الأحناف قالوا: لنقبل الخبر ولا نرده لابد من شروط. قلنا: ما الشروط؟ قالوا: الشرط الأول ألا يكون مخالفا للكتاب، ألا يكون مخالفا للكتاب. فإن ورد النص النبوي وكان مخالفا للكتاب، فإن أمكن تأويله من غير تعسف أخذنا به وأولناه، وإلا رددناه. الله، هذه مقدمة باطلة، فالنتيجة باطلة، لأن السنة لا يمكن أن تخالف الكتاب. السنة حاكمة على الكتاب، والكتاب ليس بحاكم عليه. السنة مفسرة، والسنة والكتاب خرج من مشكات واحدة. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي، الذي جاء للسلام هو وحي. عامة قالوا بأنه لو كانت المعارضة فلا تخصيص، على أصولهم أنه لا تخصيص ينظرونها في المتأخر والمتقدم، وإن كانت الإجابة أننا نقول لا معارضة، المقدمة باطلة فإذا النتيجة باطلة فلا معارضة. هذا التأصيل الحنفي هو الآن في الشرط الأول للعمل بالحديث، ألا يخالف الكتاب. ومثلوا على ذلك بأمثلة كثيرة في ردهم للأحاديث، وهذه عمدة ما نتكلم فيه لأنه المهم ونناقش ما تبنوه. رد حديث مس الذكر في البصرة: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قالوا: هذا الحديث لا نأخذ به لأنه يعارض الكتاب من الشرط الأول، واختل الشرط. قلنا: ما الكتاب الذي يعارضه؟ قالوا: قول الله جل في علاه: يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا: يحبون أن يتطهروا من الاستنجاء، والاستنجاء طهار ولا يكون إلا بمس الذكر. فلما تقول مس الذكر، من مس الذكر فليتوضأ، يبقى أنت الآن كأنك تلغي الكتاب الذي قال يحبون أن يتطهروا. أقسم ما حد فاهم شيء. طب اللي فاهم يرفع إيده عشان أسأله وعسأله. أبص الأيدي نزلت تاني، ممتازين، أيوة كده، أيوة انزلوا صح، قولوا لي مش فاهمين. لكن تصدير الباب بالصدر الرحب هذا هو الآن. قال الله جل وعلا: يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كيف تطهر المرء؟ كيف يستنجي؟ لا يستنجي إلا بالماء ماسًا فرجه، صح ولا لا؟ فقالوا: إذن أنتم تقولون بأن الحديث يقول من مس ذكره فل، فقالوا موجب الحديث أن مس الذكر حدث، ماشي، والآية تقول يحبون أن يتطهروا والتطهر لا يكون إلا بالمس، هو حدث ولا طهارة؟ مش فاهمين الآية. الحمد لله، الآية تدل على الطهارة، يحبون أن يتطهروا، والتطهر معناه الاستنجاء، يبقى المس ليس إلا طهارة، والحديث موجبه أن المس إيش؟ حدث. من مس ذكره فليتوضأ. شايف هذا تفكير سبحان رب العظيم مغلق. فقالوا: إذا نرد الحديث من أجل الآية يحبون أي. قلنا لهم: من قال لكم ذلك؟ من الذي بين لكم هذا الكلام؟ نحن نقول الآن يحبون أن يتطهروا، أن يستنجي ويمس ذكره بالتطهر، فإذا توضأ وصار على الطهارة فلا يمس ذكره، لأنه لو مس ذكره فهو قد انتقد وضوء،
وهذه بسهولة ويسر على الفهم الذي لو دقق المرء النظر فيه لوجد أنه ليس في النزاع، خارج النزاع، هو خارج النزاع. فقالوا خرجتم من هذا، خذوا عندنا، يعني أنتم الآن تأخذون به. قلنا نعم، الشوافع يأخذون به، ومن مس ذكره فليتوضأ. قالوا على الإطلاق؟ قلنا لا، عندنا الحديث المقيد، لأن هذه المسألة من مس ذكره فليتوضأ قول في قول العلماء مطلقا، وقول العلماء من مس ذكره لا يتوضأ مطلقا، وقول بالتفصيل. الذين قالوا بالتفصيل الحنابلة قالوا بالشهوة، والشافعية قالوا تفصيلون غير تفصيلكم. المسألة ليست على الشهوة، المسألة بما قاله أبو هريرة، من مس ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. لكنه قال إذا أفضى أحدكم بيده، والإفضاء لا يكون إلا بكف اليد، يعني لو بالمرفق مس ذكره بدون حائل لا ينتقد الوضوء، لأن المرفق كالورك فلا ينتقد الوضوء، بكف اليد فقط ينتقد الوضوء. فقالوا قد رددتم علينا ذلك، عندنا حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرم لا يعيد عاصيا. قف وانتبه، ليس هذا حديثا، هم يقولون في كتابهم أنه حديث، ليس هذا حديثا، هذا من كلام عمرو بن سعيد أمير المدينة عندما جيش الجيوش ليذهب إلى ابن الزبير يستحل الحرم. فقال لما قال له أبو سعيد وبين له، أو قال أبو شريح العدوي وقال له إن مكة قد أحلها الله ساعة لنبيه ثم حرمها، فقال له نحن أعلم منك بما تقول. وصراحة هذا جرأة، جرأة على صحابي ومن تبعي، فقال نحن أعلم منك بما تقول. ثم قال له إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قالوا الحديث الحرم لا يعيذ عاصيا يخالف قول الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا، يعني لابد أن يدخل، إذا دخل الكعبة لابد أن يكون آمنا في كل شيء، آمنا في طعامه وشرابه وعرضه وبدنه وماله، ومن دخله كان آمنا، خبر يراد به الإنشاء. فهنا قالوا نرد هذا الحديث، أولا هذه مقدمة باطلة، ليش؟ لأنه ليس بحديث. والأمر الثاني نحن ممكن نقول لكم مسألة ومن دخله آمنة كان المفروض يتعارض معها، هي ظاهرة التعارض في العمومات إقامة الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لو سرق في الحرم يقطع ولا لا؟ هذا الذي يمكن أن نتكلم عنه. وقول السلام لا قطع إلا في ربع دينار، فسرق الرجل في ربع دينار يقطع في الحرم ولا ما يقطع؟ فعامة هذه مسألة فقهية مختلف فيها الأحناف، وهو قول ابن عباس، قالوا الحرم يكون آمنا لكل أحد حتى ولو كان سارقا ولو كان زانيا ولو كان قاتلا، لكن يهجرونه، لا طعام ولا شراب ولا كلام ولا سلام حتى يخرج من الحرم فيأخذه فيقبضوا عليه، يقبضون عليه فيقيمون عليه الحد. هذا الذي قاله الأحناف، والجمهور على أنه يقام عليه الحد، وهذا الراجح الصحيح. الجمهور أنه قال ومن دخل وكان أمنا، قال بعض العلماء كان هذا في الجاهلية، وهذا قول الحسن البصري، قال كان هذا في الجاهلية، إن قتل القاتل قتيلا وذهب إلى الحرم صار أمنا، كان في الجاهلية. لكن لما جاء الإسلام فللإسلام حدود لابد أن تطبق، فإن كان سارقا فلابد أن يقام عليه الحد. الغرض أنهم قد ردوا حديثا زعموه حديث لضعفهم في الحديث، وهو ليس حديث. لكن قالوا أيضا بالتمثيل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يؤصلون بأن الحديث الأحاد لا يقبل إلا بشروط ثمانية، وهذا دلالة على أنهم إيه؟ يعني أن المذهب فيه ما فيه من الضعف، لأنه بيرد الحديث. أنت عمدتك يا كتاب يا سنة، وأنت وضعت تحجيرا على قبول السنة، مفهوم ولا لا؟ نعم. فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقول الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر منه، لذلك لم يأخذوا بالحديث. أنا وأصل إحنا شرحنا تفصيلا في عمة الأحكام بأنهم يقولون بأن الفاتحة ليست ركنا، الوجوب قراءة فقط. قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، خالف قول الله فاقرأوا ما تيسر منه. قلنا أيضا المقدمة باطلة، لا يصح لك أن ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل بذاته، وهو لم يعارض الكتاب ولم يخالف الكتاب. قول الله فاقرأوا ما تيسر منه عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب خاص، فنقدم الخاص على العام ونقول فاقرأوا ما تيسر منه في غير الفاتحة. لكن لما تقرأ في الصلاة لابد أن تقرأ الفاتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وخالجه الرجل يقرأ فقال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يبقى أيضا هذه مقدمة باطلة.
أما عامة أنت قلت هناك معارضة، قلنا ليست معارضة، المقدمة باطلة، لا معارضة بين الكتاب وبين السنة. قول الله فاقرأوا ما تيسر منه لا يعارض قول سلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، لأن لا صلاة إلا بأم الكتاب خاص، وقول الله فاقرأوا ما تيسر منه عام، ويقدم الخاص على العام، يعمل العام في دائرته دون الخصوصية، والخاص يعمل في دائرته التي هي خاصة. فإذا لا يرد الحديث، وهذا من ضعف مذهبهم كما بينا. وأيضا من ذلك قالوا التسمية في الوضوء، حديث التسمية في الوضوء حديث مشكل جدا في الإسناد، لأنه الحديث وإن قال فيه الترمذي ونقل الأحمد أن هذا هو أصح حديث في الباب، لا يستلزم قاعدة حديثية، لا يستلزم قول الإمام هذا أصح شيء في الباب على أنه يكون صحيح، لأن الكل ضعيف والضعف شديد، وهذا إيه أقلهم ضعفا، فقولهم أصح حديث في الباب ليس لا يستلزم الصحة، وهو حديث لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا حديث مردود. قلنا لما؟ قالوا لقول الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ففي معارضة. قلنا ما المعارضة؟ قالوا لم يذكر الله جل في علا التسمية، ذكر الطهارة ولم يذكر التسمية، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فقلنا لهم ولما ترد الحديث؟ لا معارضة. قلنا كيف لا؟ قالوا كيف لا معارضة؟ قلنا لأن الآية ذكرت فقط أركان، أجيبوا أركان الوضوء، والحديث يذكر الكمالات سنن الوضوء، فتكون التسمية من باب سن فلا معارضة. يبقى قالوا لا أنتم تخترعون، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قلنا يعني لا وضوء كاملا عملا بالآية والحديث، التوفيق، لأن لا تقع على الوجود وجدناه توضأ، أو تنصب على الصحة فوجدناه صحيحا بغير التسمية بقوله فاغسلوا وجوهكم، وقال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، وما قال سم الله، يبقى كما أمرك الله ليجزئك تغسل الوجه واليدين إلى آخر حديث، مفهوم؟ يبقى إذا المقدم لا مفهوم؟ لا ده الجانب الهادي ده في حته ثانيه، ده شغالين في المكتبه هناك، تعالى فاهم ولا لا يا عبد الله عبد الرحمن؟ فاهم ولا لا انت؟ خلاص بتحضر الكفن؟ انا اريد ارى الاستيقاظ، اللي فاهم يرفع ايده. طب والبقيه مش فاهمين يعني، ولا البقيه نايمين اتهموكم بالنوم نايمين؟ اللي فاهم هنا ارفع ايده. الحمد لله والشكر لله، الله يخليني هنا افضل من شرح صدري، واقفين في المكان الاخر ده يعني مختفين تحت الاسوار وفوق الاسوار، واحد ورا المروحه والمنبر عظيم، واحد قاعد من ورا المروحه، فزاي كل حاجه جيد. قالوا اذا التسميه لا تعارض، قلنا لا تعارض لانها على الكمال فلا مخالفه. هذا بالنسبة للتمثيل على الشرط الأول، أنهم قالوا يشترط في العمل بحديث الأحد ألا يخالف الكتاب. قالوا إذا الخلاف الثاني ألا يخالف السنة. قلنا إيش مقصدكم؟ سنة تخالف السنة؟ قالوا نعم، لأن أقول سنة ممكن تخالف سنة أشهر منها أقوى منها، كان يكون الحديث الأول متفق عليه والحديث الثاني في سنة أبو داود مثلا، هتقدم المتفق عليه الأشهر يقدم، مفهوم؟ يبقى الشرط الثاني لا يخالف حديثا أقوى منه إما سندا أو متنا، قالوا لا يخالف. قلنا أيضا المقدمة باطلة مردودة، لأنه لا حديث يعارض حديث، الكل خرج من فكرة واحدة، لكن سنمشي معكم ونبين الخطأ الذي أنتم فيه، ما زلنا نبين التباين بين أصول مذهب الشافعي وأصول مذهب الأحناء. فقالوا هنا يعني يقولون في هذه المسألة عندنا ما يدلل على ما نقول، قضى النبي بالشاهد واليمين، حديث ابن عباس قضى النبي بالشاهد واليمين، بمعنى زيد يطلب من عمرو 1000 درهم، فقال زيد 1000 درهم، قال ما لك عندي من شيء، فذهب إلى القاضي، فالقاضي يطبق حديث النبي، إيش الحديث؟ نعم أيوة، البينة على المدعي واليمين. فقام زيد فقال لي 1000، فصار هو مدعي، واليمين على
من أنكر؟ فقام زيد قال أردت البينة؟ قال نعم يا محمد. فجاء محمد تشهد أني أعطيت زيدا ألفا؟ قال أشهد أنك أعطيت زيدا ألفا يا زيد. زيد رقم اثنين. فقال لا حتى لا يختلط بزيد رقم واحد فيختلف الأمر على الإخوة. يا أحمد. فنادى على أحمد قالوا أحمد مال؟ ما بقى له إلا شاهد واحد ألا وهو محمد. زيد هو المدعي. فقال إذن أقول والله أعطيت ألفا. فصار مع زيد من؟ محمد الشاهد ويمينه. فقضى له القاضي وقال له أنت ملزم يا عمرو أن تعطيه ألفا. ده اسمه القضاء بإيه؟ قضى بالشاهد واليمين. قالوا هذا الأحناف قاموا طبعا الشافعية لو وقفوا سيقولون نأخذ بالحديث لأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. فقال الأحناف لا نأخذ. الشرط الثاني موجود عندنا حديث أشهر منه ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأنت الآن إذن المخالفة بين الحديث الأول والحديث الثاني في أمرين. الأمر الأول الشرع جعل الأيمان في جانب من اللي يقسم المنكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى من الذي يقسم المنكر اللي هو عمرو؟ شوف واحد كده ما عنده دايما. تعال تعال خلي الثاني. تعال انت لك عند مثلا احمد 100 جنيه جيد له عندك كم؟ كل الشهود يشهدون على ان الرجل له كم؟ اعطيه شاهدوا عليك جميعا اهو الان ما تنكر يا ابن كرتش ليه؟ إذا أنكرت أنه لا مال صحيح؟ الآن أين البينة عندك؟ ليس عنده بينة. الشرع يقول ها اليمين. يبقى اليمين على من؟ على من أنكر. هذا أصل الشرع إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا يبقى حديثكم يخالفنا الآن في هذا لأن الشرع جعل الأيمان على المنكر وأنتم قلتم بأن اليمين يكون مع مين؟ مع المدعي. هذه أول مخالفة. فهمتم؟ يا رب فهمت. الثاني في المخالفة جعل النبي صلى الله عليه وسلم قسم في الحديث قال البينة على المدعي واليمين على فقسمها. فكان المدعي لابد أن يأتي ببينة والبينة لابد أن يكون بإيش؟ بشهادة عدل. فلنأتي بها في هذه المخالفة الثانية. لذلك نرد حديث القضاء باليمين والشاهد لأن حديثنا أشهر. حديثنا أشهر. قلنا أولا المقدمة باطلة أنه لا تعارض. والأمر الثاني بأن دعوة أن حديثكم أشهر مردودة فهما سواء وفي الإسناد سواء. فدعوة أنه أشهر مردودة. وأما أن تقول هناك مخالفة فهي مردودة أيضا لأنه لا مخالفة بين الحديثين. نقول حديث بين على المدعي واليمين على من أنكر حديث عام. وحديث قضى بالشاهد واليمين حديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص. هذا الحديث يخصص هذا الحديث. فنقول في كل مخاصمة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنقول إلا في حالة أن يكون الرجل معه إيه؟ شاهد. فيعضد الشاهد بإيش؟ لأن البينة بشاهدي عدل أو رجل برجل وامرأتين صحيح ولا لا؟ إلا في حالة خاصة أن يكون رجل معه شاهد وعنده يمين. فهمتم؟ فإذا نقول حتى في هذه الحالة الخاصة موجهة نقول لا نحن لا نخالف الحديث نحن معكم. بينة الرجل شاهد وعنده. إن الشرع جعل البينة بشاهدي عدل في الكتاب والنبي زاد في الحكم فجعل البينة شاهد ويمين في إيش؟ في الأموال شاهد ويمين. فإذا لا مخالفة. فإذا لا مخالفة. قالوا هذا الشرط الثاني وأتينا لكم بالمثل فخرجتم منه. الشرط الثالث الحادثة يعم بها البلوى. حادثة لو كان في الحادثة عموم تعم بها البلوى وجاءنا حديث فذ
أحد من واحد رددناه. إيش وجهة النظر؟ وجهة النظر إن هذه المسألة عمت وطمت وذاعت وشاعت، المفروض لو وصلنا سيصل الحديث على الأقل مشهورا 9 أو 10 والأغلب يكون متواترا. ليش؟ لأن عم جد يعني لما نقول تزوج النبي أم سلمة، الحديث ده يأتينا من وين؟ من كل حدب وصوت متواتر، صح ولا لا؟ فقالوا المسألة التي تذاع عمت بها البلوى لابد أن حديثها يكون متواتر أو يكون مشهور على الأقل، لكن أحد يرد نوهمه. فهمتم؟ الجهر بالبسملة، إذا قلتم أنتم البسملة تجد لأنها آية من الفاتحة ولن نجد لها دليلا صحيحا، وكل أدلة جاءت عليها دليل ضعيف، فإننا نقول لكم هذه عمت بها البلوى، ذاعت وشاعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنين والصحابة يتواردون عليه ولا يشذ منهم أحد، يرقبون صلاة النبي. فلو كان يجهر لابد أن الجهر هذا يأتينا إيه؟ متواترا. صحيح، قلنا هذا كلام ليس فيه كبير أهمية، لأننا لو ثبت عندنا الحديث ولو بواحد قد انتهى الأمر، لأن المهم أن يثبت، وقد ثبت بأن سلم قد جهر بالبسملة، فلا يرد الحديث بمثل هذا القول إلا ألا يثبت، إلا ألا يثبت. وصراحة تأثر ابن تيمية بمثل هذا التأصيل في هذه الجزئية فقط، عشان يا رب ما طلع عني كلام غلط، في هذه الجزئية فقط، لأنه إذا عمت البلوى فلابد الحديث يكون مشهور. فنقول لا، المهم أن يثبت الحديث، فإن ثبت انتهى الأمر، ليس لنا أن نبحث في الدواخل والخوارج، لأننا بهذا لن نمرر الحديث، وأنا مأمور شرعا أن أنا أخذ بالحديث، مأمور شرعا أن أنا أخذ بالحديث. هذا بالنسبة للشروط الثلاثة، يبقى شروط 5 إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بها، وننتهي إلى ونذهب إلى التأصيل المالكية، وهي عمل أهل ابن عرب بها الحديث الأحد، ونبين أنه كلام من الخطأ بمكان، فيبقى لنا أصول الشافعية بيضاء نقية، وأن ما قاله الشافعي تميز به عن الآخرين، إذا صح الحديث فهو مذهب.